من المعروف إنه لوحة الفنان ما بتكتمل، لكن كتير من الفنانين قدروا يرسموا بريشتهم أروع اللوحات اللي بتتضمن أروع القصص وبتوحي بأجمل المعاني. تابعونا لنتعرف على أشهر هاي اللوحات بالعالم. لوحة الموناليزا، لوحة من أشهر اللوحات الفنية، استغرق الفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي برسمها 7 سنوات. جيوكندا هو الاسم الثاني لهي اللوحة، وهي عبارة عن بورتريه للسيدة الإيطالية ليزا ديل جيوكوندو. ليزا ديل جيوكوندو زوجة صديق دافنشي والتاجر الفرنسي الشهير فرانسيسكو جيوكوندو. بتبلغ أبعاد هي اللوحة 30 بوصة ارتفاع و21 بوصة عرض، وهي هلأ موجودة ضمن مقتنيات متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس. لوحة ليلى زاهية بالنجوم رسمها الفنان الهولندي فينسنت فان جوخ بالألوان الزيتية سنة 1889 أثناء إقامته بضاحية أريل بالعاصمة الفرنسية باريس. واللوحة صورة من ذاكرة فان جوخ عن الليل بمدينة سان ريمي، واللي بيميزها إنه هي عن الليل ونجوم، ولكن الفنان رسمها بوضح النهار. أيضاً بيحتل الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي مركز آخر بهي القائمة من خلال لوحته العشاء الأخير اللي رسمها سنة 1498 بشكل مباشر على الحائط، وتناول فيها المشهد الإنجيلي الوارد في الكتاب المقدس عن تعبد العشاء الأخير اللي جمع المسيح بتلاميذه بعيد الفصح اليهودي. لوحة الجورنيكا للرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو بتحمل هاي اللوحة اسم إحدى القرى الإسبانية اللي أبادتها الحرب الأهلية. رسمها بيكاسو سنة 1937، وهي عبارة عن لوحة جدارية بتجسد معاناة الشعب خلال الحرب الأهلية، موجودة بمتحف مركز الملكي صوفيا الوطني للفنون بالعاصمة الإسبانية مدريد. لوحتنا الأخيرة بتحمل من معاني البراءة والشفقة الكتير، لوحة الطفل الباكي للفنان الإيطالي جوفاني. عن شهرتها يقال إنه بقديم الزمان اندلع حريق كبير بأحد البيوت اللي بتحتوي على هاي اللوحة، وبنتيجة الحريق بيتحول كل شيء لرماد إلا لوحة الطفل الباكي تبقى على حالها. فقيل بأنه هاي اللوحة ملعونة، لكن بالرغم من كثرة الأقاويل إلا أنه هاي اللوحة بتحمل من معاني الإنسانية والعاطفة الكتير.